معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي دكتور جاسم الشمري. مرحبا بك دكتور جاسم. إذا بعد ظهور نتائج العد اليدوي، هناك من يرى أن النتائج هي إعادة تدوير للطبقة السياسية الفاسدة نفسها. إلى أي مدى ترى أن الشارع المنتفض سيقبل تلك الوجوه من جديد؟ نعم، شكرا لكم. حياكم. حقيقة أن الشارع والمظاهرات الموجودة في العراق هي لم تخرج من أجل تغيير الحكومة ولا من أجل الانقلاب على الواقع السياسي في العراق. معلوم أن هؤلاء خرجوا من أجل الفساد الإداري والمالي الذي قاد إلى حالة شبه انعدام للخدمات في العراق نتيجة الإدارة السيئة ونتيجة السرقات الكبيرة في العراق. أنا أعتقد أن هذا الأمر لا يتعلق بالمظاهرات، لكن هنالك حقيقة مهمة أن الحالة السيئة في العراق يجب أن تنتهي، يجب أن يكون هنالك تغيير حقيقي في العراق. ما يجري اليوم من نتائج مطابقة للنتائج السابقة هو إعادة لذات الوجوه. لم يكن هنالك أي تغيير سوى 8 نواب من صلاح الدين وذيقار والأنبار، وبالتالي القضية نحن أمام ذات الوجوه، ذات الأحزاب التي جربناها منذ عام 2004 وحتى اليوم، وعليه لا أرى أن هنالك أي تغيير يمكن أن يحدث في المشهد السياسي العراقي، لأن الشعب العراقي أو المواطن العراقي معلوم أنه رافض لهذه الحالة السلبية في العراق، لكنه في الواقع محكوم نتيجة وجود قوى تحمل السلاح في الشارع العراقي، وهذه القوى ربما تنفذ عمليات إعدام، ربما تنفذ عمليات اغتيال، وبالتالي هنالك إرادة مسلوبة من الحكومة للعراقيين. إذن الخوف وربما الترهيب هو وراء هذا الصمت المستمر في عموم الشارع العراقي الداعي الذي يفترض أن يدعو إلى تغيير الوضع في العراق، لكن ربما يكون هذا الحال إن بقيت هذه الأحوال ربما لسنة أو لستة أشهر قادمة، ربما سنجد مظاهرات تقتحم المنطقة الخضراء كما جرى قبل أكثر من عام. نعم. وهذا الأمر متوقع. وهذا ما أردت أن أسألك يا دكتور جاسم، يعني الشارع العراقي الغاضب أكد في أكثر من مرة عدم رضاه عن شركاء العملية السياسية، هل ستؤجج نتائج العد والفرز التي وصفها بعض المحللين بأنها مسرحية، هل ستؤجج الشارع للصعود إلى مرحلة العصيان المدني وكما قلت ربما تتجه هذه التظاهرات إلى المنطقة الخضراء؟ مع الأسف يعني هنالك اليوم يعني أدوات فاعلة في من الحكومة في الجنوب، ربما هنالك بعض المال السياسي دخل إلى بعض الوجهاء في هذه المدن، وهذا الأمر حقيقة مؤسف، وبالتالي ربما هنالك استخدام للمال السياسي وهنالك استخدام للترهيب. معلوم أن هنالك أكثر من 20 شهيدا قتلوا في المظاهرات المستمرة في جنوب العراق، وأكثر من 200 وربما هنالك من يقول 400 معتقل، بالإضافة إلى هنالك بعض المغيبين حتى الآن لم يعرف أين تم خطف هؤلاء. إذن هنالك ترهيب، هنالك تخويف للمواطن في جنوب العراق. هذا التخويف وهذا الترهيب معلوم له آثار ستنعكس حقيقة على وضع المظاهرات، إلا إذا، وهذه هي النقطة الفاصلة في المشهد العراقي، تدخلت المرجعية. اليوم العملية السياسية في العراق مدعومة من قبل المرجعية الدينية، هذا الدعم الديني هو الذي يعطي غطاء لبقاء الحالة المستمرة في العراق، ذلك لأن بعض الناس يتوقع أن القضية قضية مذهب، ربما قضية الحفاظ على يعني إرث ديني. إذن القضية ربما بحاجة إلى فتوى، ولا أتوقع أن هذه الفتوى يمكن أن تصدر، وبالتالي طالما يبقى الدعم الديني لهذه الحكومة أظن أن الحكومة من الصعوبة أن تتغير إلا بقوة خارجية، وهذا الأمر ربما الكثير من العراقيين لا يتمنونه، لأننا لا نريد احتلالا ثانيا بعد أن
رحل الاحتلال بشكل رسمي ولو بشكل صوري نهاية عام 2011. شكرا جزيلا لك من اسطنبول هاتفيا كاتب والباحث السياسي دكتور جاسم الشمري.